بنحييكم من تلفزيون لبنان بإطلالة حلقة جديدة لمشاكل وحلول. طبعا بالكلام عن المشاكل اليومية نسعى قدر المستطاع لمواكبة بعض المعنيين بتقديم الحلول. أمور كثيرة بنفرح وقت اللي بنشوف أنه الحلول التي نرغب بها ونتمناها يمكن تحققت بفضل المعنيين والقائمين على الاهتمام بهذا الموضوع، والبعض الآخر ممكن تكون القضايا متأخرة. موضوعنا اليوم بالبداية رح نحكي عنه لأنه طبعا بهمنا كلنا وبهم شريحة كتير كبيرة منا. تعودنا كل يوم أربعة ننطر النشر الصادر عن وزارة الطاقة لحتى نعرف البنزين إلى تراجع، المازوت إلى تراجع، الغاز إلى تراجع، المشتقات النفطية عامة إلى تراجع. البعض بيقول أنه ممكن نحن مش متحكمين بجدول الأسعار، والبعض الآخر مثل ضيفنا بيسعى لحتى يكون متفائل واثق وموثق كل تصريحاته. واسمحوا لي هلأ رحب بمستشار نقابة محطات البنزين بلبنان والمسؤول الإعلامي فادي أبو شقر. أهلا وسهلا فيك. مسؤول إعلامي وين؟ هيدي جديد. بنحييك، تحية لك وللمشاهدين. أهلا وسهلا فيك. وين مسؤول إعلامي هلا عم جد؟ بأي نقابة؟ ما شاء الله عليك، يكفي عندك اليوم. طول عمرك. أهلا وسهلا فيك شيخ فادي. يعني بداية الكلام عن تراجع أسعار المشتقات النفطية، نحن بنفرح بنقول انه البنزين عم يرخص، المازوت عم يرخص، ولكن بنعطى الهم الجدول الاقتصادي، لانه باحدى التقارير الاقتصاديه اللي شفتها امبارح وسمعتها بيقولوا ما تفرحوا كتير اذا البنزين تراجع، لانه هالشي بياثر على تحويلات المغتربين لنا نحن بلبنان، وبيأشر يعني لمؤشر اقتصادي منه كتير مريح. قديش هالكلام صح وقت اللي بنشوف انه رح تصير التانكي ب 16000 ليره شهر الجاي 2016 هدية؟ مزبوط، هذا كلام صحف. إن شاء الله نحن نحصل عليها بنهاية السنة، تنعاد على الجميع بخير إن شاء الله وعليكم. نعم إن شاء الله نشوفها بالعشرين ألف وخمسمية. نحن بنتمنى وخمسمية اسمح لنا فيها. طيب اللي عشرين ألف شي ما بترجع لنا، ما بعدك عم بتقول في ناس إلا ثقة بجدول الأسعار. طبعاً 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 في ناس طبعاً ما إلا ثقة. نحن لا، منقول للملون ثقة بجدول الأسعار. طيب. يكونوا أكيدين إنه ما في غلط 1% بالجدول. أنا ماني جاي لعندك لدافع عن الجدول. طيب. نحن بهمنا يكون كل شيء 100%. طب ليش نحكي عن 16000؟ في نحن فينا نسكت العالم بلا تحكي؟ نعم. نحن ما لنا دخل نسكت العالم. في حرية رأي. بس نحن فينا نأكد إنه الجدول أسبوعياً 100%. اليوم لو ما كان مزبوط الجدول ما كناش شفنا تنكة البنزين نحن الجمعة هيدي نحن ب 20900 ليرة. كانت تنكة البنزين كلنا نتذكر سنة الماضية 20900 37 وصلت تنكة البنزين. نعم. والمازوت بعدين حضرتكم عم بتطالبوا وكل الناس عم بتطالب ونحن مرتاحين والمواطن مرتاح، ما عندنا مشكلة. وصحيح انه عندنا خسائر، هلا بتقلي انه عم في خسائر كتير كبيرة بقطاع النفط عندكم انتم، بس اليوم لا حضرتكم ما بتطالبوا كمان السلع الباقي، هي بس تنكة البنزين. برافو عليك. ليه ما بتطالبوا شيء تاني؟ اليوم احترامي للمعنيين ككل، انت حضرتك بتفتح حلقة بهذا الموضوع، شو اللي رخص بلبنان؟ طالب معي يلا. شو اللي رخص بلبنان؟ نقول للشباب كمان بالاستديو 20900، روح على التعاونيات، على الميني ماركت، على النقل، على كل شيء. شو اللي رخص؟ على الخبز شو اللي رخص؟ كان الخضرة بس كان يرتفع تنكة البنزين 500 ليرة، تطلع العالم والمزرعين يبلشوا يصرخوا، الدولة منا دعم. ارتفع المحروقات، ارتفع البنزين، ارتفع المازوت على 500 ليرة. اليوم صارت نازلة تنكة البنزين ب 17000، ما فيها العالم الا تنكة البنزين. انت خسران كصاحب محطة مثلا؟ اكيد في خسائر، بس نحن ما عم نقل، لانه بالنهاية كان في ارتفاع لبعض الاوقات وهلا في انخفاض. بس كيف ما في خسائر لما امبارح نزلت تنكة المازوت ب 500 ليرة؟ امبارح صار في انخفاض لتنكة المازوت، واليوم اذا ما حط كثير صاحب المحطة موني بفصل الشتاء بيقولوا لا ما مخزن. اكيد انت بدك تاخذ احتياطاتك. ليش في تخزين؟ بتخزن لاسبوع بس. اوكي. طب تسمح لي، انت عم تحكي شغله كثير مهمه وانت طرحتها قبل مره. نعم. نحن عم نعبي ال 2020 100% بدليل
بدليل انت صريح. وزاره الاقتصاد موجوده وزاره الاقتصاد عم بتقوم بواجباتها نعملها ميرسي ما على الهواء بنقول لهم ميرسي لوزاره أكيد. الاقتصاد انا بالنسبه لي بقول لهم ميرسي نعم. لانه كل شيء اليوم مزبوط وعم بيقيموا بواجباتهم وعم بيعملوا دوريات هلا انا في كل اصابيع ليك مثل بعضهم انا في بعض المحطات يعرف كمان زبون من اي محطه بده يعبي بس نحن فينا نقول لك في مراقبه بهالموضوع ال20 لتر 20 لتر صحيح بحسب متابعه حمايه المستهلك وزاره الاقتصاد واي شخص بيلاقي محطه منا مزبوطه في الوزاره وفي نحن كمان بنلاحق بهذا الموضوع طب شيخنا يعني تين حكى انه 16000 ليره راح تكون تنكه البنزين بشهر 1 2016 انت نفيت بتقول انه 20500 ولكن نحن اذا بدنا نتابع العام الماضي انت اعطيته وقلت انه كانت تنكه البنزين ب 37000 قد ايه كان سعر البرميل واليوم قد ايش سعر برميل النفط تدنى تدنى صحيح صار في انخفاض الله يرضى على الدول برا ومشاكلهم بين بعضهم لوصلت برميل النفط للي نحن فيه هلا نعم. بس انا باكد لك هلا اليوم ومنه سر اليوم الدولي منا مبسوطه مش مبسوطه لا انخفاض النفط منا مبسوطه ونحن عندنا معلومات بهذا الموضوع واليوم لو متفقين وكلهم قلوبهم على بعضهم كانوا فكروا بشيء ثاني بموضوع طب اذا صار اي طارئ عسكري موجود يعني هلا انت من خلال متابعتك لجدول الأسعار ممكن يأثر ويرفع الأسعار فجأة بالمنطقة إذا صار أي طارئ أمني عسكري هلأ استوجب لمبين في عروض كتير للنفط ما رح يطلع هلأ طلعة وحدة النفط هلأ في قرار من أوبك يعني بالاتفاق على عدم زيادة الأسعار صحيح ما رح يطلع طلعة وحدة بس هون بينخاف من وضع الرسوم على صفيحة البنزين صحيح صحيح كلنا بنعرف يعني قلت لي وضع الرسوم هلا فتحت لي جرح لحتى اسالك سؤال تفضل يعني وبالاذن من المشاهدين هلا بموضوع نقل النفايات للخارج حكى انه في 5000 ليره ممكن تنزاد يعني كمساهمه ما سميها ضريبه كمساعده اللي بدك اياه على سعر والله الصفيحه والله شو عباله المواطن مزبوط شو عباله المواطن يدفع 5000 ليره تدفع نفايات لبرا شو بنكون عملنا مزبوط يعني ما فيها الدوله لا انت سمعت كمان ايد من حديد وتعمل محل النفايات بلبنان سمعتها انت الخبريه هلا في اشاعات عم يطلع بهذا الموضوع بس هذا شيء حرام لما اذا كل يوم بدنا نعمل شغله بدنا نحط ضريبه على تنكه البنزين شو ضماني انه بده يضل سعر النفط هيك منخفض بكره بيرجع بيطلع النفط شو بنكون عملنا اذا كل شخص عايز اليوم حضرتك تلفزيون لبنان بدك ترمم المبنى وبدك تضبط استديو ونحط ضريبه على تنكه البنزين بكره بيجينا وزاره ثانيه ومين كله عم يدفع المواطن بالنهايه طب ليش دائما الكلام يعني عم ينحكى انه وقت سلسله الرواتب بنحكى عن الريوع البحريه وقت 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 لانه ما في شيء بفوت ضريبه على الدوله 100% الا تنكه البنزين بس كثير كثير 5000 ليره حتى نحط ضريبه لحتى نبعث 500 ليره كثير اليوم 500 نعم. ليره المواطن منه ناقصه ما تركوه فرحان ومبسوط المواطن وصار عم بيستعمل سيارته ومرتاح طب رخص البنزين عم بيعمل عجقه سير فادي بس في سيارات كثير صغيره صار بالبلد صحيح عم يعمل حركه في حركه يعني ما بيخفيك هالشيء كلنا عم نروح ونجي بالطرقات وبنعرف ان شاء الله تضل الحركه بالنهايه مش بس المواطن بيعبي بنزين بصير عنده استهلاك شيء ثاني كمان بالسياره طب اليوم نحن بمقابلات سابقه معك كنا نحكي عن ملف تلاعب بالاسعار عن التهريب عن الصرخه عن المناطق بالجرد والجبل العالي نقول يا جماعه امنوا له المازوت ونطلب من المواطنين حاولوا انكم تامنوا المازوتات يلي ممكن انه ما يقطعوكم بايام البرد بهذه المرحله بنشوف انه يعني المادي متوفر الحمد لله نحن معنا الحمد لله بنشكر الله سبحانه وتعالى اليوم على اليوم بالنسبه لموضوع النفط البضاعه متوفره ما في اي مشكله واليوم مين بده يخبي بضاعه وبده يخزن من يكون في انخفاض مين ما كان بيتمنى يبيع موضوع التهريب ما في تهريب لا من سوريا على لبنان ولا من لبنان على سوريا وبعد ما اجى قسى السنه ما اجى يعني الطقس عاصف قطع طرقات مشاكل بالطرقات جليد ثلج كل الناس بعدها مرتاحه على وضعها بس وين بينخاف استاذ الكريم اليوم الشركات هن في اليوم موضوع انخفاض الاسعار عم بيشكل عندهم خسائر كثير كبيره نحن بتعاطينا مع الشركات ليش عم بيشكل خسائر يعني لانه بيجيبوا استيرادهم بيجيبوا فتره طويله بيجيبوا النفط على بلس يعني مرتفع او بيكون بسعر معين بيفرغوا بالخزانات بيصير في انخفاض ما بيلحقوا يبيعوا البضاعه اليوم ما بقى عم بيجيبوا كميات كبيره عم ببلشوا يخففوا الشركات الاستيراد تبعهم حتى يواكبوا السوق هلا اذا صار في ارتفاع للنفط على برا وهون صار في عندك عاصفه او صار مشاكل بالبحر ما بيكون في بضاعه متوفره يمكن نشهد اذى بس هلق نحن عم نقول ان شاء الله ما تخوف ما عم نخوف حالي عم بحطك بالجو هالكلام يمكن المواطن هل يمكن هالكلمه بالمواطن ممكن نبني عليها ازمه هذا بده ينزل بعد تنكه المازوت كرمال المواطن بالمناطق البعيده ياخذ احتياطات في تراجع بس كمان المواطن ياخذ احتياط
ما يصل لاخر لحظه اليوم ويفوت حاله بمشكله. يعني هلا الناس اللي عم يتابعونا بنقول لهم عبوا اليوم ولا انطروا؟ ما عليك ما بدهم من يقلون، هن عم بيعرفوا مصلحتهم صاروا بيطولوا بالهم كل اسبوع، بعد ناطرين بعد شوي على التانكي يطلع تانكي في بعض الزبونات، هذا بده يصير شو بدك تقول لهم؟ طب اليوم انحكى كثير يعني عن الجعالي، وانتم كنتوا اكثر من مره طلبتوا فيها تعديل الجعالي لحتى انتم تقدروا تشتغلوا وانتم تكونوا كثير مرتاحين بهذه المرحله. يعني الكلام بنحس انه وراء الكواليس بنسمعه، ولكن كانوا امام الاعلام كانوا تجمع الشركات الاسبوع الماضي عند الرئيس سلام. اليوم بموضوع البلد في عندك حكومه عم تجتمع، ما في وزارات، يعني نحن عندنا احساس وطني، ما عم نطالب بشيء. حلو، تركين الامور تمشي بالتي هي احلى هلا لنشوف وين رايحين. اليوم في شيء، اليوم في شيء اهم بالبلد اليوم. في عندك انتخاب رئيس جمهوريه، في عندك 100 مشروع، بتيجي بتطالب شيء لإلك ما لنا حلوه. طب اللي اليوم نحن عم نحكي عن الجعالي، قديش بيطلع لكم انتم على البنزين اليوم؟ سيد الكريم، اليوم في انصرافات، في ضرائب، في تي في اي، في ضرائب دخل، في عندنا موضوع الفيزا كارد، نحن اللي بياخذوا منا البنوكي 1.75. انا اذا بدفع بالفيزا عندكم تخسروا 1.75، بياخذ منا البنك، يعني بياخذ على التانكي حوالي 600 ليره من ال 500 ل 700 حسب ما تكون قيمه البضاعه، هيدي كلها اعباء. 1.75 بياخذ؟ نعم صحيح. في انصرافات، نحن عندنا مطالبات. طب ليش ما بتزيدوها على الزبون انتم؟ ما بعدنا عم نرجع، نحن مبسوطين يكون الزبون مرتاح. يعني خواجه بده يعلي باب داره، يعني انا بالنتيجه ما بدي حملك اعباء انه انا برستيج ما بحمل مصاري بعطيك فيزا لحتى تاخذ منها. في مشاكل بهذا الموضوع بس هاي ان شاء الله بتنحل بعدين، نحن ما حدا مقصر معنا، عم نجتمع مع الكل وفي تفاهم مع الكل ومشكورين، وزاره الطاقه مشكوره، المديريه العامه للنفط كذلك الامر. شهيدة. الكل مشكورين هالفتره اللي نحن ماشي الحال. يعني بختام 2015 ما في نق؟ الحمد لله. الحمد لله. بكفيك البلد، ما في عندك رئيس جمهوريه والناس متوتره. ان شاء الله بيصير اليوم في مشكله. طب خبرني قول فاري ساعات المدير العام. نعم. بنوجه له تحيه. عم بتقوم بدورة من خلال الكشف على المحطات 100%. طيب فادي بنسمع نحن هلق عم بتقوم بدورة، وكمان ألفت شركة دراسة لجنة تكون تحت لجنة منشان تدرس وضع المحطات تحت رعاية النقابة، النقيب البراك كذلك يكون كمان عندهم علم بهالشيء، يعملوا دراسة للمحطات. طيب. على كل الأراضي اللبنانية المرخصة والمش مرخصة. خلينا فادي اليوم بس نحكي نحن محطات. نعم. كل المحطات مرخصة قانونية وضعها ولا بالغمزة لحتى نقول انه في محطات يسري عليها القانون والبعض الاخر لا؟ ليش بالغمزة؟ شيء واضح، عندك بلبنان اليوم 2600 محطة مرخص، المرخص 1470 والباقيين بلا ترخيص. ليش بالغمزة؟ ليش في شيء مخفي؟ كل العالم بتعرف هالشيء. طب انت بس تحكي بتقول انه 20 لتر بكل المحطات ولا عم نحكي على المرخص؟ وزارة الاقتصاد بتراقب كل المحطات. نعم. المرخص والغير مرخص تتعامل مع المرخص مثل الغير نفس مرخص؟ نفس الشيء قائم، تعتبره قائم. طب إمكانية تسوية أوضاعهم صعبة هالمحطات؟ في مرسوم لتسوية أوضاع المحطات. نعم. اللي بيحق له يضلوا عم يشتغل وشغال واللي ما بيحق له يسكر، مثل القانون اللي طلع من فترة طويلة للصيدليات. هذا مشروع القانون اليوم موجود بأدراج مجلس النواب. نعم. عند رئيس لجنة الأشغال الأستاذ محمد قبين، ساعدته اليوم موقف هذا المشروع لأن زاد عليه جملة موضوع الغاز. موضوع السيارات على الغاز والمحطات على الغاز. انت معه ولا لا؟ انا ضده. اي بس لهلا في سيارات ماشيه على الغاز وفي اعلانات بالراديوات بتسمعها تفضلوا تعوا عبوا عنا سياراتكم على الغاز، كيف مسموحه؟ كيف مسموحه ببلاد محترمه حالها؟ نعم. ما في عندهم جوره بالطرقات. نعم. في عندهم معاينه 100%. مش مثل عندنا اليوم، انت شو بيضمن لك سيارات؟ شو بتاثر على سياره بالجوره غاز؟ اللي كيف شو بتأثر؟ ما بعرف. بتخلخل القنينة، بصير في عندها مشاكل، بصير عندها وضع منه سليم. واليوم انت اليوم عملنا قانون السير. نعم. طيب اي طرقات تزبطت ولا زفتت؟ طيب هذا الشيء حق على المواطن؟ ما اليوم انت لما بدك تجيب سيارات على الغاز، هالسيارات الموجودة عندنا بلبنان بصيروا يجيبوا موتورات ويركبونه على موتورات على الغاز. طيب شو بيضمن للمواطن؟ انت ماشي اليوم بسيارتك ورا سياره على الغاز فقعت قدامك. نعم. مين بيضمن لك سلامتك؟ بلدي موقوتي. ما عم نحكي نحن منحى تجاري، عم نحكي منحى امني. منحى امني اليوم مش الغاز. لانه انتم محطاتكم مش مجهزه. نحن اليوم عملنا دراسات والنقابه ورئيس النقابه راحوا على فرنسا وشافوا اليوم السيارات على الغاز بدول برا صاروا عم بوقفون اليوم عم بديروا السيارات على الديزل اويل. على الديزل يعني اخف كلفه وللبيئه احسن وكل ما يمكن. وضح للاصدقاء اللي عم يتابعونا. المازوت الاخضر. نعم. بدول برا صار في سيارات على الديزل. بس بيقولوا بيصرف اكثر من الاحمر. لا لا بيصرف. لا لا
ما بيصرف اكثر. بقول حتى بالشوفه جيت ما تعبه اخضر مع انه صديق للبيئه بس لانه بيحترق بسرعه. صديق البيئه بس السيارات على البخاخ بيحترق اكثر بسرعه. هيدا بسيط مصروف بالشوفه جيت غير الشوفه جيت لان فيها حريق غير السيارات. السيارات في بخاخات نعم بالنسبه للمازوت غير شيء بس بيصرف كميات شيء بسيط يعني مش هذيك الكميات يعني بعدين انظف واحسن. يعني انت ما بتتوقع ابدا انه نحن مع اكتشاف النفط عندنا او الغاز أو بعيده يعني بعيده في خلاف كثير كبير على شو هذا الموضوع. موضوع الغاز موضوع سيارات على الغاز ومحطات على الغاز والدراسات اليوم. طب هذا الشيء اللي عم بيصير كله كرمال شو كرمال يهربوا من يعني حطوا هذا هاي الجمله بالمشروع قانون مين اللي حطوا له بيدس النواب بايام الوزير بسيط في العالم بتاعنا حط هذا موضوع سيارات على الغاز الوزير بسيط مع نعم مع هذا الموضوع ورفض بلجنه الاشغال. مش بالسياسي عم نحكي اخي ما كل شيء مسيس بهالبلد ليش مش بالسياسي كل شيء مسيس. هذا الموضوع وقف بمجلس النواب هلق اليوم اذا بده يمشي انا باكد لك انه ما راح يمشي موضوع الغاز. بعدين اليوم الدوله عم بتاكد لي على شو اعتبار صحيح بتحكي يعني بتسبق قرار نحن او ليش نحن حضرنا معهم وسمعناهم وكل ما يمكن هن موضوع انه بدهم سيارات غاز وسيارات غاز ما بيرجع يغلى الغاز. اليوم الدوله بتاخذ 8000 ليره على تنكه البنزين اليوم صحيح وإذا زدنا خمسة عليها مشان النفايات بصير تاخد 13 هاي أنت بتجمعهم مش أنا 8.5 قديش 13 أكيد أكيد كل كمان بتزيد 1000 لتلفزيون لبنان بتزيد 1000 لمراكز ثانية والنهاية المواطن بده يدفع. هذا الشيء عيب روح يفتشوا يمشوا بالخطة اللي كان ماشي فيها الوزير أكرم مش هي أفضل من هالحلول كلها بكل بالمناطق ولو كلكم تعرفوا مطمر بالبقاع ومطمر بعكاز بكل المناطق لانه اليوم موضوع اسب ومطمر النيل اللي يفتح في 7 ايام هلا الكلفه البواخر لبرا راح تكون عاليه. نحن ما انه شغلتنا هالشغله بس حرام بدهم يامنوا مال لينقلوا الزباله لبرا ما انه هالشيء حرام. طيب المواطن بلبنان ما انه بحاجه للمال اكثر ما ينقلوا زبالته لبرا. طب فادي نحن تعودنا عليك دائما بس تحكي معك وبالختام توعدنا بامور ايجابيه. هلا الاربعاء المقبل راح يكون عطله رسميه راح يكون عطله رسميه ما راح يصدر الجدول على الخميس عملنا اتصالات ما راح يطلع يوم الخميس يعني شو ما بيروح شيء على المواطن. شو بتتمنى انت من اليوم للخميس يصير في انخفاض 100 ليره بس منه بشكل كتير كبير ليرة لانه احد الصحف كاتبين انه تنكه البنزين راح ترخص بالجمعه الجاي حوالي 1000 ليره هي. انا باكد عبركم بين ال100 وال200 وبحكي على مش على اكثر من هيك عن البنزين عن البنزين هالكلام منه مضبوط. انا ما في اسبوع المقبل ما في الافات تراجع في بين ال100 وال200 على تنكه البنزين والمازوت ان شاء الله تكون مثل الاسبوع اللي نحن فيه 400 500 ان شاء الله. شو بدك تقول للناس اللي هلا عم بيتابعونا بنهايه السنه؟ اول شيء بدنا نعيدهم ونعيدك كل تسلم كل ايام السنه كنا نحن وانت عم نلتقي صحيح وبنلاحظ انه مع نهايه العام بعدنا نحن عم نحكي بنفس المشاكل بنفس الايقاع بنفس المواكبه ما في شيء جديد. نحن شو المستجدات الاخيره؟ نتمنى العام القادم نعم تكون اسعار المحروقات مثل ما هي كانت هالسنه نعم. كرمال المواطن يكون مرتاح وكل الناس تكون مرتاحه وما تاثر على حد بعكس ما انت بلشت انه راح يكون في انعكاس للشباب اللي عايشين بدول برا. نحن بنتمنى هالشيء ما يصير لانه بنعرف بدول برا معهم مصاري كثير ما بنحكي الهم. الله يزيد الله يزيد البركه. شيخ فادي ابو شقره مستشار نقابه محطات البنزين بلبنان والمسؤول الاعلامي انا بدي اشكرك واهلا وسهلا فيك. نحييك شكرا لك. اصدقائي متابعين نحن معكم مشاكل وحل والفاصل مع الاعلان ونتابع. متابعين مشاكل وحلول معكم اصدقائي ببرنامج اليوم. بالقسم الاول كنا عم نحكي نحن عن هموم البنزين وبالقسم الثاني مهم جدا نحكي اليوم عن قطاع النقل المشترك. طبعا مقابلات كثيره حول هذا الموضوع نحكى عنه لاكثر من مره ولكن يبدو ما في شيء جديد بهذه المرحله. ولكن يلي ببرد القلب امبارح اللي سمعناه من سعاده النائب محمد قباني بعد اجتماع لجنه الاشغال والطاقة والمياه امبارح بيقول انه في مشروع مهم كتير وهو باص ترانزيت عبارة عن عدة باصات وهي مفيدة واقل كلفة وكلها بسبيل تخفيف عجقة السير. وهون يتبادر الى الاذهان وين باصات الدولة وين الباصات اللي حكينا عنها اكثر من مرة مع النائب ريمون فيلفي. اليوم ببرنامجنا راح يوضح
مواكبة النقابة لخطة لجنة الطاقة وآلية العمل الميدانية على الأرض بكل شفافية. رئيس نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك ريمون فليفلي، أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. أهلا فيك وينعاد على جميع اللبنانيين وعلى أسرة التلفزيون اللبناني. خليلي إياك يا رب. مناسبة جميعا يلي هني دايما يلي بيضووا على المؤسسات يلي هي تم تهميشها من سنين لغاية الآن، وبينت النتائج هلأ شو زيولة على مساحة الوطن يلي هي استراتيجيات اللي غير ناجحة اللي اعتمدتها الحكومة خصوصا على صعيد قطاع النقل. ريمو إذا بتسمح لي نقيب، يعني أنت من زمان بتقول في خطة مبرمجة لتدمير القطاع عبر الخصخصة. نعم. اليوم بعدك عنده؟ أكيد. ما في شيء تغير؟ إنما. لا في شيء تغير أكيد اللي. لأنه أول شيء النهج بالإدارة تغير مع احترامنا لكل النهج السابق. أنا بس بدي بلش بشيء موجز صغير. تفضل. بالنسبة لموضوع استوريك صغير عن تاريخ هذه المؤسسة. نعم. أنشئت بسنة 1991 هذه المؤسسة، منذ أن أنشئت هي لتأمين خدمة نقل عصرية وحضرية طليق للمواطن اللبناني وخدمة. تفضل. من أين أنت خايف؟ يعني حتى استحضرت هالإستوريك. لا لأقلك أنا مش إنه خايف. إنما الأسباب أو اللي وصلتكم لهون، مش الأسباب بس اللي وصلتنا لهون، الحجج الواهية اللي هني دايما بقولوا إنه المؤسسات الدولة مؤسسات فاشلة وبيقبضوا ما بيشتغلوا، بس تنقلهم شو القصة يعني أقول. مشان لأنه هيدا بيكون في التباس عند المواطنين. قول. أوكي. فضل. بقى بموضوع نقل مشترك سكة الحديد، منذ 1961 تم إنشاء هالمؤسسة لتأمين خدمة نقل للمواطنين. شابوبا. أوكي. أوكي. اثنين، هل نحن أسباب الحرب الأهلية بلبنان؟ لا، معناتها تعرضت هذه المؤسسة مثل غيرة علما بالقانون منوط عملية النقل ببيروت أوكي وضواحيها بالنقل المشترك بهذه المصلحة قانونا، يعني لا يحق لأي شخص النزول إلى شارع لا قطاع خاص. في شركتنا الخاصة اليوم. أنا ما عم بقولها ما تم شو معناتها؟ هي قامت على أنقاض النقل المشترك. يعني قامت على أنقاض النقل المشترك. أي. إذا بدأ. إيه، وهي من نفس المحور يعني الباراليل اللي هو لخصخصة هذا القطاع. نعم. أوكي. نحن موجودين بهالمؤسسة مثل ما بقولوا الحكم استمرارية وديمومة العمل استمرارية لتأمين خدمة. نعم. للناس. تعرف بفل موظفين بيجي موظفين. وقف التوظيف من أمتين بهذه المؤسسة. قدام إننا بنطلع لعندكم على البلاتو وقف التوظيف، والعملية مش عملية باص وشوفير، يعني العملية النقل بلبنان بطلت عملية باص وشوفير. كم باص في اليوم؟ نحن عنا حاليا 43 باص. كانوا 43 آخر مقابلة، بعده 43. والله جهد، برافو. ايه بعده 43. 43 شوفير؟ لا، عندك 43 ضرب 2 مع احتياطهم. 43 ضرب 2 شباب. ايه، لأنه من عبكرة لعشية 86. وعندك بدل غياب وإنه تمافوت، يعني عندك 100. يعني عم يشتغلوا الشباب. ايه لا، هاد أكيد عم يشتغلوا بمؤسسة النقل المشترك. ما هي فرعين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. فرع النقل المشترك يلي فيه حاليا بين ميكانيكية وشوفيرية وإداريين بحدود 280 شخص. سكك الحديد كلهم بيشتغلوا 280؟ ايه كلهم. ليش الناس بيقولوا بيقبضوا وبيشتغلوا؟ ما الناس ما بتعرف. نحن نتوجه لكل الناس اللي عنده أي سؤال. أوكي. أما يتوجه على الإدارة نحن جاهزين. نحن أكثر مؤسسة أنا بتحدى، وهذا التفتيش المركزي موجود وكل الإدارات الرقابية موجودة. أوكي. أكثر مؤسسة فيها دوام وفيها نشاط وخصوصا بهيدي المرحلة هي مصلحة سكك الحديد. أنا بتحدى. تحمست. نحن على البصمة. تحمست. إيه، أهلا وسهلا فيك، ساعة اللي بدك. لقلك ليه نحن عنا فاصلين فاصلة الإدارة. أنا عم بحكي بس لقلك. نعم. لأنه نحن عم بحكي من موقع النقابي، أنا مش من موقع الإداري. أي. من موقع النقابي عم بحكي تدافع، لانه هيدا اللي عم بيطال الناس. ليش بدك تدافع؟ بتعتبر حالك انت بموقع اتهام؟ مش موقع اتهام، انما في مع احترامنا لعدد. ايه بدي اوضح. انا بدي اوضح لانه في عدد يعني اليوم ما بيروحوا بيسقوا، عدد من زملائنا الاعلاميين يلي يعني منجلهم وبنحترمهم. نعم. انه نحن ادارتنا مفتوحه، ما حدا بعيد عن الناس بشفافيه كامله. لما بدهم ياخذوا اخبار ينزلوا يتفضلوا، اهلا وسهلا فيهم عبر اكيد الطرق الاداريه المتاحه. ما بينزلوا؟ لا بيطلعوا، ما بعرف منين بيجيبوا هالاخبار. بيطلع لي مثلا واحد من هدول اللي بتعرف في اوقات بشوف على الاعلام، يعني واحد بده يمشي سكه الحديد ب 600,000 دولار. يعني سكه الحديد ما لنا ترين. عارف كيف؟ واحد بيعمل لي خطاب من هون، واحد بفوت بيقول لي في، يعني عم نحضرهم على التلفزيونات
علينا انه يروحوا يستقوا معلوماتهم من المؤسسه. نحن جاهزين ومفتوحه ابوابنا. وانا عم بحكي حتى عن الاداره بهذا الموضوع. ما في شيء عندنا مخبى. عم بقول لك ايه عندنا نحن بحدود يلي بيديروا قطاع النقل بين البقاع. نحن معنا البقاع كمان فوق. عندنا نحن خمس حافلات فوق عم تشتغل على خمس خطوط. نحن بضمن امكانياتنا المتاحه عم نعطي للناس. انما انت مش عاطيني المستلزمات وما في خطه استراتيجيه يلي اثبتت الاستراتيجيه اذا بدك استراتيجيه الحكومات المتعاقبه على صعيد قطاع النقل اثبت فشله بعد الطائف. عم تحكي انت ولا نعم من بعد الطائف يعني؟ ايه اكيد من بعد. نعم. ما بلش التفعيل يعني. نعم. يعني اذا بدك الجمهوريه الثانيه. نعم. اوكي ما كان في خطه واضحه لقطاع النقل بلبنان. طب اليوم كل اللي عم نحكي نحن انتم وين من يلي عم بيصير ميدانيا على الارض؟ يعني بعدكم قادرين انكم انتم تمشوا وتستمروا في ظل الكلام عن باص ترانزيت؟ يعني شو هو المقصود وين دوركم راح يكون؟ هل هو الغاء يعني للمصلحه بشكل نهائي ولا شو؟ لا بفتكر المنهج الالغائي اذا بدي اسمح لنفسي انا اقول بجهود الاداره الحاليه يعني رئيس مجلس الاداره استاذ زياد نصر يلي يقوم بجهود جبارة لتغيير هذه الذهنية يلي لأنه في إدارات حتى بالدولة عندها هذه الذهنية أنه لشو هذه المؤسسة لشو هذيك المؤسسة مثل ما بيحكوا وعلى الخصخصة. نعم. علما أنه أثبتت بالوقائع وبالإثباتات أنت هلأ عايش بأي قطاع نقل بالعالم بلبنان أي قطاع أنت؟ هل هذا القطاع الخاص يليق بالمواطن اللبناني؟ هل هذا هو القطاع النقل أنت اللي بيشرف المواطن اللبناني؟ عم بسأل سؤال. شو بيك تقدم له أكثر او احسن صراحه اليوم؟ اكيد اليوم هلا انا ما في اقدم له هلا حاليا. انما انت بتعرف صار دراسات وما بعرف شو. انما هلا الان يلي كنت عم تتفضل فيه العنوان اللي حطيته حضرتك عم اقول لك هذه نتيجه الجهود الجبار التي قامت فيها الاداره الحاليه. باردون بس لكمل. يلي هو اللي عم بدي احكي عن هيدا يلي وصلنا عنده رغبه البنك الدولي بتمويل هذا المشروع اللي تفضلت فيه البي ار تي واللي هو بينطلق من محور بنص الأوتوستراد. أنا ما راح أفصل كتير لأنه هذه بتركها للإدارة. بنص الأوتوستراد من بيروت لطبرجة ومن طبرجة للشمال هي كلها. أكيد في محل الدائق في استملاكات لأنه في بالمقابل المشروع. أنت عم تحكي شيء كتير مهم بس. نعم. قديش وقت اللي بنقول نحن عم نحكي هلأ قديش بده وقت لحتى يتطبق على أيامنا ولا أولاد أولادنا؟ لا هذا إذا برنو هذا المشروع موجود على طاولة مجلس وزراء رفعته الإدارة أكيد بالتعاون مع معالي وزير الأشغال. نعم. العامي كمان موجه له تحية أستاذ غازي زعيتر. هذا الموضوع موضوع في أربع مشاريع وضعتها الإدارة الحالية. البنك الدولي الممول يعني ولا شو؟ البنك الدولي عنده رغبة بالتمويل. نعم. لأنه مقتنع بهذه الدراسة اللي بعتنا عمل هي دراسة تفصيلية. مش دراسة بس دراسة يعني أنا بدي أعمر بناية. عم بقول لك بس تفصيل. نعم. للمواطن اللبناني بدي أعمر بناية بعملها أول شيء أرضها إنشاءاتها خرائطها للتنفيذ. هذا الموضوع اللي عم بينعمل تنكون هيك بشيء صغير اللي عم بينعمل. عم بقول لك في إذا هذا الشيء مشي أنا بتأمل. نعم. هلأ بحكيك على الصعيد الخاص والعام نحن بالنسبة لأنه نحن وين بهذا الموضوع. انتوا لكم نحن بهذا الموضوع نحن أساس بهذا الموضوع لأنه ما حدا بحق له بالقانون. عم بقول لك قانون تأسيس هذه المؤسسة بقانون وليس بمرسوم. أيه. ما حدا بحق له لا يفوض عنه عن المؤسسة ولا يقدر ياخذ قرارات عنه ولا يقدر يسمع. بالقانون هيك عم بيصير هلا؟ بالقانون لا هذا اللي عم بيصير مخالف للقانون. نحن ما نوضح للبنانية هذا الشيء اكيد. طب يعني اللي راح يصير راح يصير عاد اوكي بس لمن انت بدك تنظر كيف انت محمي كنائب هيدا اللي بدي اقوله. طالما اللي عم بيصير عم بيصير مش مظبوط؟ نعم. انت كيف تشعر حالك الموظفين والعمال عندك قادر تحميهم؟ انا قادر احميهم هلا حاليا. هلا بقول لك كيف قادر احميهم. انا قادر احميهم من شو قصدك؟ من الاستمراريه بالعمل ما حتى تكونوا انتم مهمشين وياخذ حدا محلكم يقول معكم. ما بعدنا عم نحكي هذا شو المشروع بيقول؟ هذا بشو؟ هذا ما بيمشي بدون اصلا يلي عم بيطلع بهيدي المشاريع هي هيدي المؤسسه مجلس اداره هذه المؤسسه لانه. نعم. نحن مصلحه مستقله. طيب. اوكي بدون ذات صلاحيه اداريه استقلالية إدارية ومالية عنا نحن. الوصاية هي اللي تخضع لوصاية وزارة الأشغال. طب رجع خبرني عن هذا المشروع تحديدا. نعم. من وين ببلش وين بينتهي؟ هذا المشروع اسمه BRT. نعم. باس رابيد ترانزيت. أوكي. أوكي. يلي هو الخط السريع. ديركت يعني؟ ديركت هذا. محطتين.
لا مش محطتين، عم بعطيك هيك جروسو مودو. هذا محور ببلش من بيروت لا شمال، بيروت وسط بيروت، وسط بيروت دورة. على دورة اوكي، لا جبال لا شمال، يعني لا شمال، لا خط واحد، خط واحد ما عليه ولا اي سياره، خط مخصص للبسيط. اوكي، هذا الخط كل كيلومتر الي روتور، كل كيلومتر، لانه اصلا في في قرار مجلس وزراء بتوسيع الطريق والاستملاكات، مفتكر صار جاهز على صعيد مع مجلس الماء والاعمار، وهذا الموضوع عم بينشغل فيه. نحكي بين بيروت تبرجة هلا؟ نعم، توسيع. نعم، لانه اكثر، لانه انت بفوت عندك من طرابلس من الشمال، نعم، اذا بدك من محافظه الشمال على بيروت 350 الف سياره، هيدي اخر احصائيات، 350 الف سياره، نعم، كل يوم على بيروت، نعم، ما عدا باقي المحاور اللي بفوت على بيروت. اوكي، اللي عم نقوله هيدا المحور مخصص بس للبسيط نهائيا، يعني حتى راح ينحط بفتكر حواجز تما حدا يفوت، وفي عندك كل كيلومتر محطه مسارب له تتفوت الناس مع يعني عم بقول لك مشروع مش لعبه. كل كيلومتر، كل كيلومتر، يعني شمسيه الصوره راح نشوف شمسيه الصوره بس بردون شمسيه الصوره وين مش صوره سيارات، الصوره لناس بدها تفوت، بيقطع التيكت من فوق، يعني ما بيقدر يوصل لتحت، ما راح ينتظر كتير، لانه كمان عاملين السيستم، يعني هذا هيك نحن بتواصلنا مع الاداره وتكاملنا مع الاداره الحاليه هذا المشروع، وكمان حتى نترك هذا الامر اذا بتحبوا كمان ينشرح من قلب الاداره، من رئيس مجلس الاداره، هذا المسارب كلها عم بيسالوا جاوب المخرج سلام، عم بتقول قد ايه رح ياخذ المشوار معنا بيروت طرابلس مثلا بيروت تبرجه، عم بقول لك كل دقيقتين قد ايه بياخذ اذا ما في سيارات، قد ايه بياخذ اكثر من 7 دقائق 10 دقائق، ما راح ياخذ مع التوقيفات اعتبر او ربع ساعه. ايه حلوه منك. وكل دقيقتين في باص، هيك الخطه، وكل دقيقتين راح يكون في باص، هذا ما تقول لي بربع سنه بدك تعمله، بس عم بقول لك انت بدك تعمل استراتيجيه للنقل لتخلص من كل هالفوضى. طيب سيدي عم بتقول انت، يعني انا بعرف من هون بردون بس ثاني بقطع حديثك كمالي، هلا نحن عملنا هذا المحور، شو بدك تعمل له؟ كيف بتوصل العالم عليه وكيف بتنقل العالم منه؟ وصلوا على بيروت، نعم، معناتها انت بده يكون عندك شريان جديد، شريان تاني مثل محطة شارع الحلو بتقصد، يعني اوتوبيسات للنقل المشترك او للقطاع الخاص، على المؤسسة تقرر باشراك القطاع الخاص كمرحلة اذا بدك المباشرة بالعمل، يعني تنطلق بالاول وبعدين بعود للادارة شو بتقرر. ريموت نكون منطقيين، يعني من هون من تلة الخياط اعتبر لاول ادنى عندك 29 كيلومتر تبرجة، 30 كيلومتر، نعم، يعني من هون لهونيك اذا كل 2 كيلومتر او كل كيلومتر بدنا نوقف قديش، دقيقتين او كيف انت حددتها، كيف بدنا نوقف؟ مش انا اللي حددتها، هيدي الخطه هي المشروع هيك، كل كيلومتر، كل كيلومتر، او يمكن يعدلوها انه كل شيء قابل للتعديل، يعني تطلع وقف لا يعني بريمير دوزيام وقف، ما هو اصلا ما هو يمكن ما يكون في كمان ركاب منتظر، مش ما حتلحق كل دقيقتين في باص، لانه مش هيك رح يكون الخط السريع 100% كل دقيقتين في باص. عجقة السير هالشيء برايك انت؟ عم بقول لك لما بيكون في انتظام اكيد، اول شيء على مدار 24 ساعه ولا كيف؟ هيدي انا ما عندي علم فيها على مدى 24 ساعه، هيدي حسب هيدي بتصير عرض وطلب، نعم، ما بفتكر انه ل 24 ساعه بتمشي، او اذا بده ينزل ل 24 ساعه منو بينزل، يعني من الشمال بالليل الساعه 1 او 2 انه والله هي ما بتعرف عجيت السير وضغط السير، بينزل بسيارته ما بكون سير منا مشكله، هيك ساعتها بينزل كزدوره، بس انا اللي عم بقوله لحل ازمه السير بلبنان لن يكون هنالك حل عبر القطاع الخاص، لانه باي محل اثبت القطاع الخاص انه عم يصبح احتكاري. ما عم تحكي انت هيك بعصبيه؟ لا لا بدي احكي بعصبيه، ولا اخذ موقف منهم. من مين؟ من القطاع الخاص. لا ما انا مع انه اخذين محلكم، ايه؟ ومنعينكم تفوتوا على بعض الخطوط او بيصير في بعض المشاكل او 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 لا اقول لك ليه مزبوط؟ هل اعطونا الاعتمادات؟ ما بعدني عم بقول لك في دوائر بالدوله ما بيعني لها يمكن هذا الامر، ايه؟ بيعني لها بدوائر معينه بالدوله اذا بدك، لانه نحن بنعمل موازنه عم تقتصر على شيء قليل، ما عندي انا املاك سكه الحديد يلي بعتت الاداره للست محافظين بلبنان، سبعه نفس الكتاب كوبي بيست، شو بدهم منه؟ نحن عم نتعدى، عم يتم التعدي على املاك سكه الحديد، نعم. وهذا المحور يلي حكي عنه بتحرروا يعني؟ لا لا هلا هذا المحور، نعم، اللي تم يعني الإعلان عنه مثل ما عم تتفضل امبارح، هذا المحور
على صعيد النقل ما بيمرق على اي محل سكة الحديد. تركت سكة الحديد لإعادة تفعيلها لأنه في مشروع تاني لسكة الحديد. معقول؟ نعم. في أمبر كيف لك؟ يعني إنه خط الباص ترانزيت ما بيلغي سكة الحديد؟ أبداً. مشان يعني نفصل المواطنين للمواطن يكون على. طب إنه معقول نحن يعني من عشرات سنين كان عندنا سكك حديد وكان 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 اليوم مع تطور كل العالم والمحيط نحن ما عنا؟ اوكي يعني هذا برجع عم بقول لك يعني هل انا عندي الامكانيات كنقابه او كاداره لوحده من دون مجلس وزراء وسياسه حكومه؟ عندك الامكانيات انك تعرض يعني الوثائق والمحاور أكيد. والتوصيفات بدقه وبامان بطلاقه لسان يخزي العين يعني نحن لانه بيعنينا هذا. شو بدنا نحن بدنا توصلنا المعلومه. عظيم. نحن هذا اللي عم نقوله. في عندك بالمقابل انا عم بقول لك يعني عندك كمان سكه الحديد يعني تم اذا بدك اللي شو بها السكه الحديد في مجلس الانماء والاعمار داخل الاداره على داخل على خط هيدا الموضوع كمان لانه انت بتعرف مجلس الانماء والاعمار عنده كل الخرائط الدوله اللبنانيه وهو عم بيقوم بمهام مؤازره المؤسسات. في شيء تحرر من املاكهم اللي انتم عم تطالبوا فيها بسكه الحديد؟ ايه بمحلات في اشياء عم تنعمل وفي اشياء عم نمنعها. طب وشو قضيه النقل المشترك يعني حد ساعه العبد هون ببيروت؟ هيدا ببيروت هيدا تعين تكلف لجنه لانه مضطرين لمباني ملاعب مباني حكوميه. لا في مباني حكوميه كمان ونحن هيدي مؤسسه مؤسسه وطنيه يعني خصوصا نحن اللي بنتوجه قبل كل شيء للتعازي لشهداء الجيش ولكل الشهداء بلبنان واليوم كمان ذكرى الأربعين يمكن او ما بعرف امتي لشهداء البرج كمان نتوجه نحن باحر التعازي بهالمناسبة يعني من على البلاتو عندكم اللي عم نقوله نحن بموضوع انه هالمسيحات قلت لي شو بها هالمسيحات رح اقول لك في عنا بحاجة القوى الأمنية لمباني مؤقتة مؤقتة حاليا لتعزيز دورة ومهمتها وكمان لأنه بحاجة أوكي. معك. أكيد المؤسسة إدارة المؤسسة ما لقيت مانع وهذا كان في اجتماع بمجلس وزراء صار مع معالي وزير الأشغال ووزير الدفاع ورئيس الحكومة ونزلوا وحاليا اللي عم بيصير انه مع النظرة المستقبلية او الخطة المستقبلية لإعادة احياء سكة الحديد رح ينوضع المساحات رح ينعطوا المساحات مؤقتا يلي هي ما بتأدي لعرقلة إعادة احياء سكة الحديد لانه مثل ما تفضلت من سنوات البلاد كانت صحراء هلا صار في عمران وصار في اللي بدك اياه اوكي معناتها حتى قطاع سكك الحديد بالسابق شيء والان الى ما وصل اليه بالتطور تعرف بمحلات ببلاد بالعالم صاروا عم يتسابقوا قديش سرعته يعني بالساعه 600 كيلومتر ولا 500 كيلومتر ولا 400 كيلومتر مزبوط هذا الحديث ولا لا مزبوط ولكن اللي انت عم تحكي كثير مهم نعم وكثير منطقي الثاني انا هلا بقول لك شو قصته كمان نحن اللي شو قصته لحتى كمان نحن في عنا هلا حاليا في نعمل مع اليو ان دي بي الاداره بالتعاون مع معالي وزير الاشغال مع وزاره الاشغال مضت معاهده مع اليو ان دي بي يعني الامم المتحده اللي هي اعلى مرجع بدول العالم هيدي مصداقيه لنا بالذات كمان لادارتنا انه لا دعم هذه المؤسسه ومؤازرتها بكل القدرات المتاحه ل إحياء هذه المشاريع ووضعها قيد التنفيذ من مجلس وزراء واللي بده قانون يروح على مجلس نواب إنما عم بقول لك في أربع مشاريع عندك خط طرابلس العبودية تم تنزيمه بقرار مجلس وزراء لمجلس الماء والأعمار هذا خط سكة الحديد على أن المشروع اللي جاي هو من يعني من بيروت لطرابلس بلاقي تفعيل سكة الحديد مع وضع الدراسات التفصيلية بهذا الموضوع يعني خط بيروت طرابلس يلي هو مع الاتحاد الأوروبي بهبة نحن جايينا هبة من الاتحاد الأوروبي بهذا الموضوع إنما أحيى عمس وزراء نعم يعني أنا بقدر اللي أنت عم بتقوله ونقول أنه نحن يمكن الأصدقاء بيتابعونا نعم وبيعرفوا أنه دائما نحن بنحكي عن هذا الموضوع مش لمجرد الكلام بس للإشارة أنه عجقة السير عم تتسبب بخسائر اقتصادية للمواطن أكيد يعني ب 15% من دخله من جابته يعني قديش مهم نقول أنت من خلال هالغير اللي عندك ومن خلال يعني هالطموح لحتى هذا المشروع أنه يتنفذ نقول نحن مقبلين فعلا على خير وممكن يكون مع مطلع 2016 أو بيبقى مثل غيره كتير حكينا عنه بمقابلات سابقة بصراحة قريب ولا بعيد
عم بقول لك ما تقول لي لا لا عم بعطيك قريب ولا بعيد عم بعطيك مستندات قريب ولا بعيد مع كل تقديري للمستندات عم بقول لك انا في اربع مشاريع على مقامس وزراء ورح بس وإلى بس بردون ايمتى اذا ما قرون انا شو بعمل عليهم يقرون خدمة للشعب اللبناني. ما بدي نرجع نحكي مثل ما حكينا على القرار الشهير وقت حكومته. هذا قرار انا عم بقول لك بطلت هلا نعم. حاليا بطلت حاليا باص وشوفير. صرت انت على مستوى غير كليا بهذا الموضوع. نعم. قادرين تواكبوها انتم عندكم بالمصلحه بالنقابه عندكم؟ ما عم نقول لك نحن لشو مطرح نحن شو قادرين نواكب؟ نحن على مستوانا نعم. عم بقول لك انا شو اعمار عندي شباب؟ انا قادرين نواكب كاوتوبيسات اكيد. اوكي. بس نحن قادرين نواكب انت بدك اول شيء هون بوصلني لفوت على ملاك المؤسسه ما بدي نتذكر الاوتوبيسات اللي اجوا بال97 بفتكر بال97 هلا اصلا كان اسمهم كاروسا كاروسا نعم كاروسا اوكي هلا وقت هذا الموضوع يعني ايام ما بدنا نجيب الاوتوبيسات جديد مثل قدما يعني لا 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 انا لا نجيبهم معطلين على البور يا شباب بعثوا لنا مين يقطرهم عظيم بس هيدا تم بعدين يعني هيدي حلبة وراحت مع انه كانت بوقتها بدنا نتعلم منها هيدا اللي قصدته انا بدنا نتعلم من هذه الحقبة نحن لو ما متعلمين من الحقبة لانه صار في مناقصه وتوقفت نعم. وقت اجى رئيس مجلس إدارة الحالي مش انه لانه توقفت لانه نحن الشركات لقيت الاداره اللي اجت على هالمناقصه مش انه دون المستوى انه بنطمح لاكثر من هيك نحن نعم. بس انا بدي اوصل لمحل مع هيدي اون باراليل انا ما في اترك الشأن العمالي لانه اليوم ما كنا عم نحكي عندك على البلاتو على. لو ما هيدولي سواعد هيدي الناس وهيدول المعطرين يلي بمؤسسه ونقدر جهودهم يعني وهي محطة تقدير من برنامج مشاكل وحلول أنا بتمنى كل هالمواضيع اللي عم نحكيها نعم. نكون معنا وصلنا فعلا إلى آلية حلول بالختام شو بدك تقول لنا بدي أقول إن نحن لليوم ما وصلنا لحقوقنا كعمال نحن اليوم بدي أتوجه لمعالي وزير فينا يعني إيه أكيد لألك عندي ملف أنا بيتعلق بال 15% فرق 15% من 96 97 98 هذا ما قدمته على طاولة تمام سلام وقت رحتوا لعنده رحنا لعنده بتذكر وعدنا وقالنا نحكي مع وزير المالية مع معالي وزير الأشغال اللي عم بيتابع هذا الموضوع ما تجاوب معه أنا عم بقول لك معالي الوزير علي الخليل ما تجاوب معنا ليش له سنتين هذا الملف ايه بعد كلام دولة الرئيس تمام سلام كمان ما تجاوب لا ليش أنا ما بعرف ما في مصاري وقيمته ماشي مليار و700 بيشفي غليل كان 1100 شخص حتى منهم الورثة رح يقبضون نعم هذا نحن اللي عم نحكيه مع احترامنا لمعالي يعني نعم. وانا كنت بتواصل دايم مع مكتبه وتقريبا شبه اسبوعي شاء الله خير. انا بس بدي اعمل شغلي بس صغيري ولا بالختام فهمت. بالختام بدي عيد كل اللبنانيين عيد اسر التلفزيون لبنان شكرا لك واكثر من هيك من لكم ادارتنا جاهزة عبر اكيد الطرق الادارية والموافقات الادارية لاي معلومات ولأي توضيح وهيك بصير دائما معنا انتم معكم اكيد ما في شك الباب. لا منفوت من الباب مش من الشباك ونحن بموضوع هذا الموضوع الشق اللي بيتعلق في الشق العمالي نحن كان عندنا ملاك معمول بسنه 2000 نعم. 2002 تم تجاهله هو هذا كان ضد مصلحتنا حاليا في مشروع الملاك والنظام الداخلي اون باراليل مع هدول للانطلاق سوا بهذا الموضوع بالتعاون مع ادارتنا الحكيمه والرشيده الحاليه نيلها الاداره فيك راضي عنا الهيئه اكيد لانه عم نشتغل نحن وياها الله يخليك بهالهمه انت خليك. والعمال والمستخدمين بالنقل المشترك شباب يعطيكم الف عافيه بالختام مع ريمون فيليبسي رئيس نقابه عمال ومستخدمين النقل المشترك ننهي حلقتنا لليوم تنلتقي معكم بكره بحلقه جديده الى اللقاء